حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن إنذار الطاعة وإيه هي شروطه وإيه هي الآثار المترتبة عليه. بداية، الطاعة هي حق للزوج على زوجته بشرط أن يكون الزوج أمينا عليها نفسا ومالا. طيب يعني إيه إنذار الطاعة؟ والزوج بيستخدمه ضد الزوجة إمتى؟ وإيه هي شروطه؟ وإيه هي الآثار المترتبة عليه في حال قبوله من المحكمة؟ وإيه هي الآثار المترتبة عليه في حال رفضه؟ عند حدوث أي خلاف بين الزوجين، الزوجة هنا بتهجر مسكن الزوجية وبترفض الرجوع إليه، والزوج يقدر ساعتها بس يبعت للزوجة إنذار الطاعة على يد محضر لدخول الزوجة في طاعته. لازم الزوجة في الحالة دي تطيع زوجها وترجع لمسكن الزوجية أو تعترض على إنذار الطاعة لو في عندها أي أسباب. إنذار الطاعة الصادر من الزوج لازم يكون فيه بيانات محددة عشان الإنذار يكون قانوني سليم. لازم نكتب تاريخ الزواج، ولازم نكتب في إنذار الطاعة بيانات كل من الزوج والزوجة تفصيلا وعنوان كل منهم. القانون اشترط هنا أن يتم وصف مسكن الطاعة بالتفصيل، عبارة عن كم غرفة وإيه المرافق اللي موجودة فيه، وهل ده ينفع يكون مسكن زوجية ولا لا. ولازم المسكن يكون خالي من أهل الزوج والسكن الغير، وأن يكون مناسب من حيث تاريخ إنشائه ومكانه مع حالة الزوج يسرا أو عسرا. مسكن الزوجية لازم يكون في كافة المرافق والأدوات والمنقولات الأساسية لأي مسكن معيشي، وأن يكون بالجيران صالحين، وأن تأمن فيه الزوجة على نفسها. وإذا كانت الزوجة وافقت ساعة الزواج على الدخول في مسكن الزوجية وكان مشغول ساعتها بأهل الزوج، يبقى هنا مش من حقها الاعتراض للسبب ده على إنذار الطاعة. لازم تدور على أي أسباب تانية عشان تعترض على مسكن الطاعة. الزوج يقدر يثبت الزوجة داخلة على مسكن الزوجية وكان فيه أهله بشهادة الشهود. طيب تعمل إيه الزوجة عشان تعترض على إنذار الطاعة؟ من حق الزوج الاعتراض على إنذار الطاعة في خلال 30 يوم من تاريخ استلامها الإنذار عن طريق دعوة تقدم إلى المحكمة. لو ما تمش الاعتراض من الزوج على إنذار الطاعة في خلال 30 يوم، كده الزوجة تبقى ناشز ويقدر الزوج يرفع دعوة نشوز. لازم توضح الزوجة أسباب اعتراضها في صحيفة الدعوة، وتكتب تفصيلا أسباب رفضها لطاعة زوجها والدخول في مسكن الزوجية، وهل السبب هنا بيبقى راجع للزوج أو السبب راجع للمسكن أو حتى الإنذار قيدي وده مش مسكن الزوجية من الأساس. المحكمة بتعين خبير لمعاية مسكن الزوجية، وتقرير الخبير هو اللي بيحدد تفصيلا هل يصلح المسكن، إذا ينفع يكون مسكن زوجية ولا لا. والمحكمة بتحكم في حكمها بناء على أساس التقرير ده وشهادة الشهود كل من الطرفين. لو الزوجة تم الحكم لها بقبول اعتراضها، هنا الزوج لازم يوفر مسكن بديل وبيعتبر إنذار الطاعة كأن لم يكن، والزوجة نفقتها ما بتقفش. أما لو المحكمة حكمت بالاعتداد بإنذار الطاعة، هنا الزوج بعد كده ليه الحق أن يقيم دعوى نشوز لإسقاط نفقة الزوجية. بيكون سقوط النفقة الزوجية من تاريخ الامتناع عن الدخول في طاعته. نشوز الزوجة لا يمنع حقها من حضانة الصغار ولا نفقتهم، إنما يسقط حقها فقط في النفقة الزوجية المقررة لها، ولا يسقط حقها في المؤخر أو المتعة عند الطلاق. لو الزوجة عايزة تسلم نفسها للزوج، لو ما اعترضتش على الإنذار في خلال 30 يوم، تقدر الزوجة عن طريق إنذار ومحضر عرض آخر بعرض نفسها عرضا قانونيا صحيحا على الزوج، أو عن طريق محضر إثبات حالة في اسم الشرطة بتكر فيه الزوجة بتسليمها لزوجها وبيكرر الزوجة باستلامها ودخولها في مسكن الزوجية، أو حتى عن طريق المحكمة أنها تكر في الجلسة بتاعتها لزوجها والرجوع إلى مسكن الزوجية. كده أكون وضحت لحضراتكم يعني إيه إنذار طاعة، والزوج بيقدر يستخدمه ضد الزوجة إمتى، وإيه هي شروطه، وإيه هي الآثار المترتبة عليه في حال قبوله أو رفضه من المحكمة. نصيحة مني، بلاش تبعت إنذار طاعة قيدي للزوجة، لأن الزوجة ممكن تستخدم الإنذار ده وتستفاد منه في تطليقها لشقاقك. ابعت إنذار الطاعة في حالة واحدة فقط، هو إنك تكون متأكد من موقفك القانوني عن طريق المحامي بتاعك بنسبة 100%.